تويتر هنستعرض فيها أهم وآخر أخبار الكرة المحلية والعالمية للنهاردة، واللي هنبدأها معاكم بأول خبر معانا من موقع الكرة الإسبانية. تأكد من أن أريكسن لم يبتلع لسانه وتأكد من أنه في المكان المناسب، كما أنه قام بتهدئة زوجة أريكسن بعد ذلك. بطل حقيقي وقائد عظيم سايمون كاير. موقف بطولي لقائد منتخب الدنمارك سايمون كاير اتفاعل معاه رواد السوشيال ميديا بشكل كبير جدا، ووصفوه مرة بالقائد الشجاع ومرة بالبطل ومرة بالقائد الإنسان اللي أنقذ زميله من الموت. موقف أشادت به صحف عالمية زي صحيفة لاجازيتا ديالو سبورت الإيطالية النهاردة، واللي نشرت إن نادي ميلان الإيطالي بيفكر يعين كاير قائد لروزونيري بعد موقفه الإنساني مع أريكسن. وأضافت الصحيفة إن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بيدرس مشروع الإسعافات الأولية للاعبين المحترفين، واللي الهدف منه طبعا هو تفاعل الجميع زي سايمون كاير. الخبر اللي جاي معنا من موقع في الجول. عدسات الكاميرات تتجه نحو الإبداع. لما تتفرج على هدف باتريك شيك لاعب منتخب التشيك النهاردة ضد منتخب اسكتلندا، واللي سجله من نص الملعب تقريبا من على بعد 49 ياردة، يعني أبعد مسافة لعيب قام بالتسجيل منها من سنة 1980 في كاس أمم أوروبا. هنا لازم تقول هدف عالمي واستثنائي وكمان تاريخي، وأكيد مفيش كلام يوصفه غير إنه إبداع. نروح لموقع البيان الرياضي. بوفون سيواصل مسيرته وعودة محتملة إلى بارما. فاجئ الصحفي فابريزيو رومانو جماهير الكرة بتغريدة ليه على تويتر مضمونها إن الحارس الإيطالي بوفون صاحب 43 عام لن يعتزل كرة القدم، وهيتابع مسيرته رغم رحيله عن يوفنتوس، وهينضم لفريق بارما الإيطالي اللي هو نادي طفولته واللي بدأ منه مسيرته الكروية من 26 سنة. الخبر اللي جاي معنا من موقع إيرم سبورت. إيقاف سيلاس ومانجيتوكا لاعب شتوتغارت بسبب استخدامه هوية مزيفة. النهاردة الاتحاد الألماني أصدر قرار بوقف سيلاس كاتومبا مهاجم نادي شتوتغارت لمدة 3 شهور، ووقع عليه غرامة مالية قيمتها 30,000 يورو بعد استخدامه هوية مزيفة طوال السنين اللي فاتت باسم وتاريخ ميلاد مختلف للاعب، واللي تعرف باسم سيلاس ومانجيتوكا مواليد 99 ولكنه رسميا مواليد 98. وقال بعد قرار إيقافه إن وكيل أعماله السابق هو اللي غير البيانات خلال إدارته لأعماله لما كان مراهق. آخر خبر معانا من الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي للريشة الطائرة. Sad news coming in. Mark Skidoo, former Olympic gold medalist and world champion, passed away today due to a heart attack. He will be missed. أعلن الاتحاد الدولي للريشة الطائرة النهاردة عبر تويتر وفاة الأندونيسي مارك سكيدو صاحب 36 عام والفائز بميدالية ذهبية أولمبية في منافسات زوجي الرجال عام 2008 بسبب أزمة قلبية. ودي كانت كل أخبار اللي معانا النهاردة في عالم تويتر من برنامجكم أوضة اللبس.